وصراحة احنا ما السلام عليكم بعدا ومرحبا بكم وشكرا على هذا اللقاء هذا اللي كنت كنتسناه شحال هذه في الحقيقة ولكن كتب لي اليوم. عزدي الرياحي كينتمي للأغلبية وكيناقش مشاكل المحمدية بكل حرقة وكل شجاعة وكل جرأة لأن الهم ديالنا الأول والأخير هي مدينة المحمدية. اما ولكن الناس ما متعوداش على واحد الانسان او واحد السياسي في الاغلبيه يخرج يهضر على عده مشاريع او ينتقد عده بزاف د الحوايج في التسيير ديال مدينه المحمديه. ديما كنا كنعرفوا الاغلبيه كتسكت كتكون قريبه للرئيس او الرئيس كيكون شي رئيس محنك كيضبط الاغلبيه ديالو. دونك حنا في هذا العهد ديالنا وفي هذه الولايه ديالنا الرئيس ما ضابطش، فالمشكل كيرجع للرئيس اللي ما ضابطش الاغلبيه ديالو. دونك انا كنخرج وكنناقش، وكان الرئيس كيجي عندنا قبل الدوره وكيهضر معنا وكيوضح لينا وكيناقش معنا وكيقول لنا شنو هما المقترحات ديالكم وشنو هي الافكار اللي عندكم وكيقربنا ليه وكيقربنا للمدينه، كنا غادي نكونوا واحد الناس اللي كتناقش مدينه المحمديه وكنجيو للدوره وكنصوتوا او كنعارضوا بواحد الطريقه حضاريه. ولكن العكس هو اللي كاين اليوم. فالرياحي كيبان للناس بانه معارض وانا ماشي معارض، انا واحد انسان غير على مدينه المحمديه كنبغي نهضر على النقاط ديال مدينه المحمديه وما يمكنش ليا ندوزهم بكل بساطه. من بين النقاط هو الخروج ديالك على المعارض ديال مدينه المحمديه اللي ما عندوش علاقه بجماعه مدينه المحمديه وكيحمل الاسم ديال مدينه المحمديه. واش نقول لك معارض كنت خرجت فيه في واحد اللايف في الصفحه ديالي، ولكن نعاود نهضر على المعارض ما عنديش مشكل لانه كيهم مدينه المحمديه. المعرض فيه بزاف ديال الخروقات بكل صدق، اللي هما اللي عجبوا الحال مرحبا واللي ما عجبوش الحال مرحبتين جوج المرات، لان اليوم خصنا كنا نهضروا على المعرض واليوم كنا خصنا نهضروا على مدينه المحمديه. دونك المعرض اليوم زعما واحد طامه كبرى على مدينه المحمديه صراحه، ما استفدنا منه من حتى شي حاجه. دابا ما كنهضروش على الاستفاده الماديه، اليوم هذاك المعرض خرج على مدينه المحمديه، خرج على الاقتصاد ديال مدينة المحمدية اللي هو قريب للساكنة وقريب للمحلات التجارية وقريب للبحر. الناس كاملة لا المقاهي ولا السناكات ولا كلشي كيشكي اليوم بأن كاين واحد الكساد، ما كاينش خدمة. الناس غير هز ولدك سير المعرض، هز ولدك سير المعرض، الناس ما بقاتش كتدخل المحمدية، وهذا داروا خلق لنا واحد الفتنة والناس باغا دير واحد العارضة. الناس اللي كتبيع وكتشري في المحلات باغا دير عارضة للسلطة باش تشوف من حال هادشي اللي وقع اليوم. وهادشي كامل كيتحمل المسؤوليه ديالو السيد الرئيس. سؤال زوين هذا. دابا وشوفوا والله الا بالصدفه جالس كنا مبليب شويه في الفاخر وداكشي، مشيت ناكل ساندويتش، انا جالس ناكل ساندويتش كنسمع جوج اقسم بالله العلي العظيم ما قال لي شي واحد، كنسمع في ودني كيقول لي راه مول الحلزون دايرين لي 10000 درهم ومول الليمون اللي كيعصر لي ودايرين لي دايرين لي 10000 درهم مول الحلزون ومول الليمون دايرين لي مليون ونص. التوضيح واش دايرين لي كيعطيو ولا هو اللي غيعطي؟ هو اللي غيعطي. دابا ولا داكشي ولات فيه تجاره من تحت ديزا. اذا على سبيل يقدر يخدم بداكشي اللي كاين، ولكن تما كاين واحد كاين ناس كتدخل بزاف كاين البيع والشراء. دونك حنا ماشي ضد هادشي، هادشي كيبقاو جزئيات ماشي تخربيقه داخل هاد المنظومه ديال المعرض. المعرض راه هو المشكل الكبير. المعرض الطريقه اللي رصات عليه هاد الجمعيه او هاد الشركه، راه تما فين عندنا المشكل. الاسم عز الدين، الاسم ديال مدينه المحمديه، واش ما ضركمش في خاطركم ان معرض مدينه المحمديه هو خاص؟ واش كنقول لك دابا ماشي خاص، هو ماشي خاص هذاك بعدا هذاك المعرض راه ماشي خاص. هذاك معرض راه مدعم من وزاره الشباب الثقافه والشباب والتواصل. عرفتي شنو هي وزاره الشباب؟ مين كتدعم لك شي حاجه فكون على يقين خص تكون مجانيه 100% توتال. تما غتمشي للباب ديال المعرض وغتشوف الناس مين كنقولوا خاص كيجينا واحد منشكره اللي عنده واحد المليار وبغى يستثمر في المحمديه وجا وقال لنا اعطوني واحد الرخصه ومقابل هذه الرخصه غنخلص الضرائب ديالي ومقابل هذه الرخصه غنعاون الجماعه في عده اشياء في التاهيل ديال عده مناطق. لان المعرض راه غيدخل واحد 700 مليون ولا 800 ولا 600، دونك ما يمكنش يجي واحد جمعيه عباد الله، جمعيه ما غتخلص ضرائب، ما غتعطي لواحد النصيب للجماعه، ما مفهومش هذا الشيء. وهذا الشيء كنطالبوا به السلطات اصاحبي تدخل على الخط. راه ما بقيناش قادرين نشوفوا هذا الشيء في مدينه المحمديه. هذه الجمعيه شحال تقدر تشيفري؟
تقريبا انا على العلم ديالي بعدا غير السيرك واحد 91 مليون ولي دالو اللي كتجيب لي اكثر من 80 مليون قانونيا ما كتبقاش ماشي جمعيه. شوف هاد راه قلت لك في البدايه ديالي بان هاد المعرض فيه بزاف الخروقات قانونيه ما كاينش محطوط هذاك بفور الشيفو هذه اللي قلت لك كيفاش رصات الامور على هاد الجمعيات شنايا واش حطوا واحد 20 جمعيه الا حطوا 10 د الجمعيات وشفنا الجمعيات النشيطه وهاد الجمعيه غتستافد منها المدينه وغتستافد منها دار الضريبه وهاد الجمعيه عندها عده نشاطات خارج مدينه المحمديه ونجحات في عده كنشوفوا كنديروا تقييم لواحد 10 د الجمعيات كيحطوا ماشي كيجي جمعيه وحده شنو هما المعايير قول لي المعايير اللي تخادت وشحال من جمعيه حطت دونك كاين شي حوايج لي صراحه الا بغيتي تكون الحقيقه ديال هادشي خاص السلطه اللي زعما تدخل على الخط في هاد المشكل هذا كيف هذا واش ثقافي والسياحي واش ترفيهي هاد المعرض ما عرفناش شنو فيه هاد المعرض هاد الجمعيه كاع الا بغات كان يعطيو هاد دير السيرك دير الالعاب صافي اما معرض ثقافي نجيو نديرو في البارك في ساحه المدن المتوامه نمشيو للعاليه ونديرو تما معرض ثقافي نديرو المطالعه ونديرو ديال بزاف د الحوايج نجيو لهنا لباب القصبه ونديرو ديال معرض ديال الورود ونخدموا المدينه والمدينه كلها غتخدم ما يمكنش انت معرض واحد عطيتي فيه بزاف ديال الحوايج راه ما يمكنش راه تخربيق هذيك راه كتمشي تدخل ليه كتلقى التخربيق وكاين بويا عمر ومعت لي كيسوق الموتور كاين الناس كتلعب هنا كاين داك المعرض هذا دونك كاين شي حوايج اللي صراحه حرام اليوم يضيعوا مدينه المحمديه ويضيعوا السكينه ديالها ويضيعوا الناس اللي حاله المشاريع ديالها وحاله القهاوي ديالها وحاله السناكات ديالها وكتخلص ضرائب يديروا لها هذه الفضيحه هذه. جماعه المحمديه اليوم كنشوفوا واحد الصيفيات كاينه مبرمجين لها من لودوز ديال جويه حتى لسيس كنظن بان كاينه شي سهره ولا شي حاجه ولكن داك الشيء جد خجول. اليوم مدينه المحمديه خاصها دير معرض ديالها. اليوم صيفيات مدينه المحمديه خاصها دير معرض ديالها. دونك المعرض ديالها خاص يكون في البارك. اليوم النائب المكلف والرئيس خصهم ضروري من لوكاد اوت حتى لوسيس واحد 10 ايام ولا 15 يوم يديروا فيها معرض ديال مدينه المحمديه. اليوم المعرض اللي كاين اليوم في حدا ملعب البشير فكراو كل شيء دخل فلوسه كل شيء. دونك اليوم خاصنا حنا كمجلس جماعي ناخذوا الرخصه ديالنا ونديروا لي ستون ديالنا ولي دارو ديالنا باش نقدروا نخدموا المدينه ونبينوا على الكفاءه ديالنا حنا كمجلس جماعي اللي الهم ديالو الاول والاخير هما ساكنه مدينه المحمديه. واحد الحاجه بعدا قبل ما ندوزوا للشرطه الاداريه راه المجلس الجماعي كله بجميع مكونات ديالو بالموظفين ديالو كاملين حتى شي واحد ما قانوني تما في القسم اللي كينتمي ليه فما بالو كان حنا كنهضروا على راه اي واحد اليوم حنا كمجلس جماعي هزينا يدينا وصادقنا على الهيكل التنظيمي ديال المجلس الجماعي. اليوم ما عندناش مدير المصالح اللي هو اللي كيورغانيزي كل شيء هو اللي كيراقب كل شيء هو اللي كيكون داك واللي الدينامو ديال سميتو ما بين الرئيس وجميع الاقسام. اليوم حنا الرئيس مجلس الجماعي راه ما قادش حتى المجلس من الداخل اداريا. اليوم اللي كان في شي بلاصه باقي اليوم صوتنا على الهيكل التنظيمي باقي ما رجعش لينا شكون رئيس القسم ديال هنا وشكون رئيس القسم شكون رئيس مصلحه. دونك هاد الناس اللي كاينين اليوم في الجماعه راه جالسين تما حيت كاينه الاقدميه راه نهار غيخرج الهيكل التنظيمي ونناقشوا معاه ونقولوا لي هاد النائب هاد الموظف بغينا هنا وهاد الموظف بغينا هنا وهاد الراجل بغينا هنا وهاد السيد راه كفء وهذا يجلس معنا للطابله ونديروا وغتكون الانطلاقه الصحيحه ديال سميتو. وديك الساعه غادي نعينوا حتى الشرطه الاداريه غتعين بمباراه. اليوم خصو يدير بعدا واحد لابيل ديال مدير المصالح خصو يديرها لان دفع واحد الموظف اللي عنده كفاءه وعنده هذا دفع ولكن ما خرجتش ليه سميتو. دونك خصنا نلتجئوا الطريقه الاخرى هو فتح باب ترشح لشغل منصب مدير المصالح. داك الشيء خدام بالعشوائيه من شحال هذه بقى غادي بحال هكا. علاش نتوما ساكتين حتى دابا؟ وانا داوي دابا اش كندير؟ لا من غير شنو نخرج احسن بلاصه نهضر فيها هي مين كيسدوا عليك الباب الناس اللي صوتوا عليهم ساكنه مدينه المحمديه بغات واحد الحزب داك الحزب راه نجح داك الحزب اليوم خصها تشار ليه
اسبوع هادشي خير مني انا اليوم كنخرج نهضر حيت عندي حرقه ما عنديش علاش نخرج نهضر انا السكينه كلها خصها تخرج تهضر على هاد الناس اللي صوتت عليهم واللي هما ربحوا الانتخابات وتاقت فيهم السكينه نورمالمون ملي كان خصهم يجلسوا هنا وهما اللي خصك تجاو يتجاوبوا واليوم اللي بغى يهضر على المجلس الجماعي يهضر على المكتب الرئيس خصنا كلنا حنا كساكنه بن محمد نعرفوا شنو هو المكتب الرئيس ونعرفوا واحد واحد وكل واحد باش مهتم باش نعرفوا نوجهوا اصبع الاتهام لكل واحد اليوم راه كيقول لك انت الاخر لا كاين ناس ما عارفهاش شكون هو المكتب ديال الرئيس وشكون هما الناس اللي شادين هذا المنصب وهذا المنصب خصنا نعرفوا هذا الشيء ونخرجوا ونقولوا هاد الناس راه ما خدامينش اللي في هذا الشيء راه ما خدامش واللي في هذا الشيء ما خدامش ونعرفوا نهضروا على مدينتنا باش نزيدوا بها القدام استاذ كنقول لك في مدينه المحمديه كاين واحد المشكل كبير الناس كتخرج تهضر يا اما مخلصه يا اما تبغى توصل لواحد المنصب يا اما واكله من الخبزه كيدفعوها كتخرج تهضر الحمد لله اليوم ما كيقدر يعيط ليا حتى شي واحد ولا يعطيني معلومه ولا يقول لي قول ولا ما تقول وما نرضاش بها وما عمرها ما غتقول لي كنخرج بقوايا العقليه وكنعرف اش كنقول وكنهضر دونك هاد الناس هادو دابا حنا ملي كنخرجوا نهضروا كنقولوا واحد المعريض عطاه الرئيس لواحد الجمعيه هذا شناهي هذه كيفاش تجي وتعطي الجمعيه حتى شكون انت بعدا ترى معريض ديال المحمديه راه خصو يهضروا عليه الاغلبيه كاملين خصنا نجلسوا عليه الاغلبيه كلها لان معريض ديال المحمديه ماشي رخصه غنعطيها لك انت بوحدك غنتحمل المسؤوليه معاك انت هذا معريض كيهم الشيوخ كيهم الشباب كيهم الاطفال هذا مشكل هذا واحد مسؤوليه كبيره كيتحملها المجلس كامل 43 مستشار واللي كيتحمل اكثر 43 مستشار المعارضه كدير الدور الرقابي ديالها اليوم المعارضه ما كتهضرش ودور المعارضه في التاريخ هي الرقابه كتقول لك انا صوت على هذه النقطه وانتم ما درتوهاش انت درتي معريض وعلاش عطيتي داك المعريض ولما عطيتي شنو هي المعايير اليوم كنشوفوا المعارضه ما كتخرج تقول والو دونك ما شوف راه ما كيفاش كيقولوا لي شرح المفضيحات الواضحات من المفضيحات عزيني تجي كتاكل مع مولا باني مع مول بيني مع هذا والصحافه علاش حابسينكم باش ما ديوش اخبارهم صافي هذا هو سميتو اخبارهم يبقى مستوره ولكن اخبارهم ما كتستاهلش المحمديه هذا هو المشكل نزيد نهضر عليكم ولا براك واش ساكتي اليوم صاحبي في هذه المدينه هذه والله العظيم الا حشومه علينا كاملين كصحافه ولا كسياسيين ولا من يستفيد مدينه الحاشيه ديال الرئيس زوينه الجواب الحاشيه ديال الرئيس ما كاينش شي واحد اخر لان احنا بغينا نخدموا انا ماشي ضدهم اليوم كنخرجوا نهضروا والله العظيم حيت عيقوا بسلوا على المدينه عيقوا عليها وبزاف حنا كنشوفوا هذه البقره غير كيحلبوها ما كيعلفوها ايوا صافي راه كيحلبوها ما كيعلفوها راه اليوم احنا كاملين مسؤولين على مدينه المحمديه كنا جمعيات مجتمع مدني مثقفون صحافه المعارضه الاغلبيه كنا مسؤولين اليوم الا كنخرج نهضر انا راه ما كنخرجش نهضر بحقد ولا ما ولكن من تجي نسمع انا المحمديه فيها الكساد ناس الريستورات كيتشكاو كلشي كيتشكى ونبقى ساكت انا اليوم صيفيه ديال المحمديه ما بغيتش نطول في هذه الصيفيات هذه لان راه كارثه عظمى ما عرفش مين غنبداها ومين غنهضر عليها شنو اخر بغيتو اخر حنا كنعرفوا شوف حنا كاعلام ماشي حيت تكلمتي معنا اليوم ولا ربما غادي نقولوا ان الناس خرجتي تهضر مدفوع من جهه او لا لا ناس دير الريح انا يوسف عباد الله شخصيا غنلقى فيك انت الضر ولا شي حاجه غنقول لك في وجهك انا نبغي انسان يجي عندي بواحد الاحترام يسولني دابا اي سؤال ما نقولكش لا وما نمنعكش بالعكس الا كنتي باغي الخير للمدينه وكرشك خاويه راه اي سؤال غتجاوب عليه بطبيعه الحال كيما الناس اللي غيقولوا بانه الناس اللي كيخرجوا دابا خرجت اعلاميه انه ما استافدوش من صفقات ديال المجلس البلدي داكشي علاش دابا خارجين كيغوتوا باش يبينوا لنا حنا رانا زهاء وباغيين نخدموا مدينه زوين هذا السؤال هذا نتمنى ما يجيكش كان جاك في الواتساب ولا شي حاجه لا والله ماشي في الواتساب شوف انا نضحك معاك انا عارفك عارفك وعزيز عليا وخدمتك بروفيسيونيل شوف اذا مزيان بحال هاد الاسئله هادي حيت علاش هاد انا والله حتى كنفرح واحد اخر يتعقد يقدر يمرض والله حتى فرحت علاش اقول علاش مزيان سولت على هادو هما الاسئله اللي كيديروا التضليل في المدينه كيضللوا بها الناس تصور انت جمعيه ضاربه 700 مليون وفي ارض ديال الجماعه المتطوعين ديال الجماعه وجمعيه غتضرب 700 مليون كيفاش انا كتقول لي ما كليتش من الغريبه ولا من الحلو ما يمكنش راه كنقولوا الحق والمدينه اليوم ما كاين والو سير البحر
سي البارك ما كاينش ديزاكتيفيتي ما كاين والو حتى شي حاجه. وكيفاش انا باغي ناكل الخبز؟ كيفاش انا باغي ندير؟ تكذبوا علينا؟ واش تحيت في قدارب الجميله تجي تسبي فينا حنا الجميله؟ وجيب الدليل بان احنا بغينا الجميله وانا معاه. ولكن راه كلشي باين، اقسم بالله كلشي باين، ما حتى حاجه ما مخزونه في المحمديه. والله العظيم مزيان جبتي العامل، العامل في الدورات والله الا قايم بالواجب ديالو. انا نقول لكم حيت انا راه عندي يعني جيني شن باغي شي العامل داير الدور ديالو، داك اللي خصو اللي حمايه المال العام وحمايه ممتلكات الجماعه، داير الدور ديالو على احسن ما يرام. عندنا حاجه وحده باش نقول لك، العامل ما كيستقبلش الناس مزيان. هذه نزيدك شي حاجه اخرى على العامل، احنا باغي المنطق ماشي خلينا نقول لنا هو اللي يسولني نجاوب. العامل ما كيهودش في الميدان. دابا جوج حوايج قلت لك، العامل ما كيستقبلش الناس، وراه ماشي هادشي علاش واحد المجهود. لو كو ما كانش هذا السيد هذا في المحمديه كان المال العام ديال المال العام غان غيمشي، وكان غادي يمشيو لينا ممتلكات الجماعه. اذا اليوم ما يعاب على السي هشام العلوي المدغري اللي مشكور من هذا المنبر هذا، لانه شفنا التحركات ديالو، شفنا العمل ديالو، فهو صريم، فهو صراحه ترفع له القبعه. نهار غيبدا يستقبل الناس وغادي يهود الميدان حتى هو نشوفوه. انا في الحقيقه معرض ولا صيفيات مدينه المحمديه كنت كنتمنى تكون في واحد المستوى كبير ويهود العامل ويدير لينا التدشين ديالها الانطلاقه ديالها، غنكون جد فخور لان العامل دير بزاف د الحوايج زوينه كتنقص هادو. كنتمناه يدير لينا هاد الشيء هذا وغيكون من احسن العمال اللي دازوا في مدينه المحمديه. معنا صوفيا، حنا اليوم كنلقاو واحد كما كيلقاو بزاف الناس في عده مجالس اللي دازوا في مدينه المحمديه، كاين واحد شويه ديال التهميش. فما بالك رئيس المجلس الجماعي ما كيجيش للجماعه، رئيس المجلس الجماعي اللي صوتت عليه مدينه المحمديه وساكنه المحمديه وكبرت به ودارته فوق راسهم ما كيجيش للمجلس. لا خصو يجي على الاقل واحد يومين الا كانوا عندهم انشغالات واشغال. هذا اليوم كنشوفوا المكتب ديال الرئيس ما كيديرش اجتماعات، نواب الرئيس ما كيديروش، والنواب الرئيس هو الانطلاقه الصحيحه لخدمه مدينه المحمديه. خصهم يتجمعوا ويديروا اقتراحات وحلول مع بعضياتهم، ماشي كل واحد يشد النيابه ديالو يهرب يتخزن في واحد البلاصه، لان النيابات مشتركه، لا الرياضه لا الجارديناج لا الاشغال لا البيئه، هادو كلهم مشتركين مع بعضياتهم. اليوم خصهم يجلسوا مع بعضياتهم ويديروا لنا حلول ويعطيو اقتراحات ويديروا واحد استراتيجيه عمل ويديروا واحد بلون داكسيون ويبداو يخدموا. دونك هادشي اللي خصو يدار، وهادشي خصو يديروا الرئيس والمكتب ديالو. حنا اليوم راه بحال فينا الغيره كنخرجوا نهضروا على مدينه المحمديه اللي صراحه شنقول لك يحز في النفس نوصلوا لما وصلت اليه مدينه المحمديه في العهد ديال ولد البلاد، ولا ناس عدت بزاف ديال الناس كاينه في المجلس اللي هما ابناء مدينه المحمديه واليوم كيلقاو التهميش. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.